رفض الزمالك العرض المقدم لصانع ألعاب الفريق محمد إبراهيم من نادي الرائد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف رئيس الزمالك مرتضى منصور أن ضعف المقابل المادي هو السبب في عدم الموافقة على رحيل اللاعب، حيث كانت القيمة المالية للعرض 200,000 دولار، وهو ما لا يتناسب مع قدرات اللاعب بحسب رئيس النادي. وأشار منصور إلى أن إبراهيم لا يقل عن مصطفى فتحي ومحمود كهربا المعارين إلى التعاون واتحاد جدة السعودي.